عليكم جميع الصديقات والأصدقاء والأهل والأحباب. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الرغيفات اللي تيصلحوا للكوتي وتيعجبوا الكبار والصغار وبالخصوص الأطفال. هاد الرغيفات على شكل فراشة، أنا تنديرهم لوليداتي تيعجبوهم، بالخصوص تنفطروا بهم الصباح ديال عيد المولد النبوي ولا الصباح ديال عيد الأضحى. المهم تنديروهم غير من المناسبة للمناسبة، لأن خصنا نتوحشوهم تنتوحشوهم، تيجيو مقرمشين وزويونين، والمقادير سهلة وبسيطة متناول الجميع. هاد الرغيفات باش خصنا نديروهم، غادي نديروهم بيضة وحدة إلا كانت صغيرة ما تعطيش كمية بزاف، وإلا كانت كبيرة تتعطي كمية بزاف. لهذا أنا عندي صغيرة درت هنا جوج ديال البيضات، درت جوج ديال البيضات وشوية ديال الملحة، وغادي نضيفو نص كاس ديال الزيت. ها هو صافي، هادو هما المقادير. وغادي نحتاجو الفرص وغادي نجمعوه بالماء على حسب الخليط. صافي هكذا، فاش تجمعوها الى اقتضى الحال تزيدوا الماء، تزيدوا الماء صافي، وتجمعوها على حسب. صافي غادي نخدم دابا يدي بجوج، وغادي نحطوها على سطح العمل بحال نعرفوها مزيان ان شاء الله بحول الله. صافي دابا حنا جمعناها، خصنا نحيدوها من القصعه. دابا خصها تعرك مزيان، يعني خصها تعرك مزيان، ضروري خصها تعرك مزيان حتى تولي رطبه، تطرطق غير بوحديتها. ديروهاش جاريه بزاف، خصها ملي تجمعوها تجمع راسها. هانتوما شتيو المقادير بسيطة، ماشي شي مقادير غالية بزاف. نص كاس ديال الزيت مع بيضة صافي، شوية ديال الملحة، تضيفو طحين على حسب الخليط. هاهي بدات تطرطق، غادي نخليوها إن شاء الله غير شي ربع ساعة هكا على ما ترتاح. صافي هكا خليوها ترتاح واحد ربع ساعة هاد المكانة ونرجعو إن شاء الله. صافي دابا لي دوزنا ربع ساعة لا تولد ساعة ولا اللي بغيتيو على حسب الوقت نتوما اللي غيقدكم. غنجيبو غطير كيما هذا، غنجيبو غطير قدامنا، وغنجيبو زويته وغندهنو يدينا هكذا. صافي ونقبطو ديك العجينة ونقسموها على جوج بحال هكذا، ونبقاو نديرو صغر من الكرة اللي غديرو بها، غي صغيور غي بحال هكا، هي صغيوره. كل ما خرجت لكم صغيوره كل ما تجي زوينه، هي صغيوره. ديما دهنوا هكا بزويته في يديكم. حاولوا تصغروهم. صافي ملي كورنا الكبيرات ديالنا كما شتيو تنخليهم يرتاحوا، وتنديروا هانتوما الزيت حتى تسخن مزيان، حتى تتاكدوا من انها سخنات تكون شي شويه طالعه. وصدقوني ان هاد العجينه ما تتشربش الزيت كاع. صافي خدينا وحيده ديالنا، ها هي فين طلقناها، غنديروها على شكل هكذا بحال هاد الشكل هكذا، بحال هاد الشكل هكذا، وغادي نحطوها هكا. كنحاولوا نقبضوا هكا تبقى هي الطريقه، تكوني هكا موجده انت وحده اخرى.
صافي هكا تبقاو تقلبوها. طريقه زوينه هذه وتتعجب الوليدات، وملي تديري لها كوفيتير ولا العسل تجي زوينه بزاف. اما تترشوها بالكوب بالزنجلان، اما بالكوك، اما بالشكلاط، باش ما بغيتي. صافي هذه الطريقه اللي بغيت نشاركها معكم. حنا تنعرفوا الطريقه ديال الملاوي ولا الرغايف هي عجينه وحده، ولكن حنا تنجتهدوا غير في الافكار الزوينه اللي تعجب الاطفال. هذا الشيء اللي كاين تنبغيو نشاركوها معكم. هاهما الرغيفات ديالنا قليناهم، غادي نديرو لهم شويه ديال العسل بحال هكا. انا تندير لهم هكذا وانتم تنوريكم غير الكيفيه ديالي، وانتم والاختيار ديالكم. ندردرو عليها شويه ديال هذه الحيده، وكلهم غادي ندهنوهم في مره كاع، وعاد ندردرو عليهم شويه ديال كاوكاو اللي تنهرمشوه ولا الزنجلان، نتوما اللي بغيتيو. وهاد الفكره هادي اقتبستها انا من الوالده ديالي ملي كنا صغار، كانت تعجن وكنا تنتسابقو تنقول لها ديري لنا قريصات صغيورين. ايوا وكانت تقولنا واش ندير لكم قرباله لا قربه سيدي. ايوا هادشي حتى انا هاد الفكره هادي بقيت عاقله عليها من الوالده ديالي الله يرحمها. ايوا حتى انا تندير لوليداتي هاد قرباله لا قربه سيدي. نتوما ديروها لوليداتكم، دخلوا عليهم السعاده. هانتوما هكذا تنبقاو. يمكنك تقولي لنا علاش سماتها الوالده قربله لا قربه سيدي؟ سماتها لان تتقسمها على جوج وتتجي بحال قربله لا قربه سيدي. هاي تنديروا هكذا، تنديروا هكذا قرقيبة ديال القناوه. قرقيبة ديال القناوه صافي. ديال الطريقه بغيت نشاركها معكم، طريقه بسيطه والله العظيم الا غير جربوه راه تستحق التجربة وتستحق المشاهدة. تيجيو مقرمشين وزوينين هانتوما. صحتكم وراحتكم، تستاهلوا كل خير، وتنتمنى انكم تجربوها لان تستحق التجربة. وشكرا. كانت هذه هي الفكرة اللي بغيت نشاركها معكم، هي فكرة سهلة مهلة وبسيطة، تستاهلوا كل خير. وإلى اللقاء، إلى فيديو إن شاء الله يكون مناسب تهوى ويكون سهل وعلى قدر المستطاع. تنودعكم وتنقلكم السلام عليكم، إلى فيديو جديد إن شاء الله.